جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: الناس في قريتنا ينكرون علينا قبض اليدين في الصلاة، ويجعلون ذلك سببا لتضليلنا، لأن هذا كما يقولون ليس من مذهبنا. وأنا متأكدة من شرعية هذا، ولكن هل أترك ذلك بحضرتهم تأليفا لقلوبهم، أم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم أفضل؟ وهل وردت أحاديث في الحكم في حكم القبض والإرسال في الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. قبض اليدين ووضعهما على الصدر في حالة القيام بالصلاة سنة مستحب، ليس بواجب، والاختلاف في هذا لا يوجب التضليل والعداوة كما يفعل بعض الجهال، لأن هذا من الأمور المستحبة، من تركه فلا إثم عليه، ومن فعله فله الأجر، وهو المتبع للدليل فهو يؤجر على ذلك. وأما من يترك ذلك فلا إثم عليه، لأنه تارك لمستحب ولم يترك واجبا، وهذا لا يوجب العداوة والتضليل للمختلفين بعضهم مع بعض. فكان الأئمة يختلفون في هذا، وهم إخوة، كذلك أهل العلم يختلفون في هذا وفي بعض المسائل الفقهية، ولا يؤثر ذلك على أخوتهم ومحبتهم في الله عز وجل فيما بينهم، وإنما هذا من الشيطان يستغل به الجهال والعوام. فهذه الظاهرة وهي حصول العداوة عند الاختلاف في المسائل الفقهية والمسائل المستحبة، إنما هذا من الجهل ومن تزيين الشيطان. فالواجب على هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا يعادوا من يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الواجب تشجيعه على هذا، والواجب احترام المسلمين، ولا سيما طلبة العلم، ولا سيما الذين يلتمسون العمل بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.